على اثر الاحتلال الامريكي تملكت الازمات المتعاقبه العراق الجديد حتى اضحى نموذجا للنظام السياسي المعتل ومثالا شاخصا للفساد الاداري والمالي دفع بالبلاد الى تصدر قوائم اكثر الدول فسادا في العالم. ملف الكهرباء احد اكبر رموز الفساد في العراق كما صنفته وكاله اسوشيتد بريس الامريكيه. إذ تحدثت عن تفاصيل صفقات الفساد الكبرى في وزارة الكهرباء التي تسيطر عليها الأحزاب منذ العام 2003 الوكالة قالت إن الفساد المتجذر في نظام المحاصصة الطائفي سمح للطبقة السياسية باستغلال شبكات المحسوبية لتعزيز السلطة، إذ تتنافس الأحزاب عقب كل الانتخابات على المناصب الوزارية التي بدورها تخضع لاتفاق تقاسم يفضي إلى نفوذ كبير للأحزاب داخل المؤسسات الحكومية. تجد أموال الدولة طريقها لجيوب الفاسدين عن طريق صفقات سرية. تجريها الاحزاب المسيطره على الوزاره مع الشركات الاجنبيه العامله في العراق فقد كشف مسؤولون حكوميون ومستثمرون اجانب عن استخدام الاحزاب لاسلوب الترهيب والرشا في وضع عمولات على العقود مع الشركات الاجنبيه. المكاتب الاقتصاديه للميليشيات والاحزاب تشرف على عمل الوزارات بحسب شهادات نقلتها الوكاله. عن تعرض رجال اعمال لتهديد وابتزاز من قبل المندوبين الاقتصاديين في وزاره الكهرباء حيث هدده احدهم في حاله رفضه اعطاء تلك الميليشيات نسبه من اموال مشاريع الكهرباء ظاهره ابتزاز الشركات اصبحت اجراء روتينيا في مسار العمليات بالوزاره هذا فضلا عن المكافآت المالية للموظفين الموالين للأحزاب والتي تبوب عبر فواتير مشتريات لا وجود لها على الأرض غضب العراقيين يتصاعد من استمرار أزمة الكهرباء في بلد يعد منتجا رئيسيا للنفط وحل الأزمة عده تقرير الوكالة حلما بعيد المنال في المستقبل القريب لا سيما مع إعادة تدوير ذات الوجوه واستمرار سيطرة الأحزاب الفاسدة على العراق